ديديه دروجبا في مسيرته عمل كل حاجة، بطولات وتأهل لكأس العالم وفيديو تاريخي بمعنى الكلمة وحد شعبه إلا أمم إفريقيا، والسبب هو عصام الحضري. الجرح الوحيد اللي عمر دروجبا ما هيلاقي له علاج كان بسبب تصديات الحضري. في 2006 وفي نهائي أمم إفريقيا أهدر دروجبا فرصة شهيرة جدا رغم انفراده بالحضري، وكانت كفيلة إنها تدي اللقب لكوتيفوار، وفي ركلات الترجيح صد الحضري ركلتين، الأولى كانت من دروجبا نفسه واللي ساهمت في رفع الروح المعنوية لمنتخب مصر وقللتها المنتخب كوتيفوار. وفي 2008 وفي نص النهائي ووقت ما كانت مصر متقدمة 1-0 حول دروجبا عرضية برأسية من جوه 6 ياردة، لكن رد فعل إعجازي من الحضري بالتصدي خلى دروجبا يعض الشبكه ويبص للحضري وكأنه بيساله امتى هتسيبني في حالي. دروجبا انهى مسيرته بدون لقب واحد لامم افريقيا. في المقابل الحضري انهى مسيرته باربع القاب، احصائيه بتبرر السؤال اللي كان دايما دروجبا بيساله للحضري مع كل ماتش بيتلاقوا فيه، والكلام على عهده الحضري انت ازاي ما احترفتش في اوروبا.